ورحمة الله وبركاته، أيامكم سعيدة طلاب المرحلة الرابعة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يزيح هاي الغمة عن هاي الأمة ونخلص من كورونا، والله يعوضكم إن شاء الله وتسوون حفلة تخرج تعيشون حياتكم إن شاء الله. الله يعوضكم بالتعيين وراحة البال وبالاستقرار بعدها، ويمن عليكم بالصحة والعافية أنتم وعوائلكم وأهلكم. إن شاء الله راح نكمل سلسلة محاضراتنا فيما يخص الجهاز التنفسي. وصلنا وياكم إلى الـ lower respiratory tract infection. راح ناخذ اليوم الجزء النظري بهذا المحاضرة. راح تكون عبارة عن المحاضرة عن محورين. المحور الأول هو البرونكوتايتس and البرونكولوتايتس، التهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات. و راح ناخذ الأكيوت نيومونيا بالمحور الثاني. أولا الكوزز، المسبب للالتهاب الشعب الهوائية هو الميكوبلازما نيومونيا والكلاميدوفيليك نيومونيا والبوديتيلا بيريتيوسيس. الباثوجينيسيس اللي تستخدم هذا البكتيريا حتى تسوي الديزيز هي لخصنا لكم إياها في نقاط حتى تكون بسيطة. أول شيء the spread of this upper respiratory tract infection to the lower airway، يعني انتقال الالتهاب اللي يكون موجود بالجزء الأعلى من الجهاز التنفسي بالupper respiratory tract ينزل على الجزء الأسفل اللي هو lower respiratory tract ويسبب نفس المشكلة اللي كان مسببها بالجزء الأبر يسببها باللور. زين يؤدي إلى damage of respiratory epithelial cell by the same pathogen، بنفس الباثوجين. اثنين extent of destruction of the respiratory epithelium with the pathogen causing the illness، يعني هذا الالتهاب اللي نزل مو ينزلوا انه خلاص شوية، لا راح يتمدد جميع الابيثيليوم سيلز الموجودة باللوى respiratory tract وراح يسبب ظهور الأعراض وظهور الديزيز المرض الالنس. النقطة الثالثة مثل ما ذكرنا لكم في المحاضرات السابقة انه الانفلاميتوري ريسبونس نفسه هو راح يسبب السبتومز اوف ذيس ديزيز. هنا الانفلاميتوري ريسبونس راح يسبب نيكوتيك للابيثيليال سيل وديستركيشن. ممكن الأديمة نفسها هي تساهم بغلق المجرى التنفسي، ظهور الأعراض، ظهور الزيادة بالمشاكل اللي ممكن تصاحب الديزيز. أكو فد نقطة إنه ننبه عليها إنه الانسداد الكامل للمجرى الهوائي ممكن إنه يسوي فشل في عملية التنفس بعد الإنسان ما يقدر يتنفس، خاصة إذا كان في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الرضاعة. يعني بالنسبة للرضع كل شيء أثر عليهم التهاب القصبات، ممكن أن يؤدي إلى اختناقهم بسبب عدم دخول الهواء. أيضا هذه النتيجة تسوي شباب أكو هاي الكلمة الأوليبيتيشن لدخول بها معناها تدمر أو دامج، راح يؤدي إلى الدمج للليمن of small airway. الليمن هو الغطاء الداخلي، الطبقة الداخلية يعني من الداخل الأيرواي القصبة الهوائية، هو الطبقة الداخلية راح تدمر بالكامل. وهاي تعتبر الميكانيزم الأولية، هي تدمير الشعب الهوائية والقصبات، هي أحد الميكانيزم اللي استخدمها الباثوجين حتى يسبب الديزيز وتظهر أعراض. شنو هي الكمبليكيشن اللي ممكن تصير إذا ما عالجنا التهاب القصيبات أو التهاب الشعب الهوائية؟ ممكن أنه ينصاب the secondary bacteria infection تصيب اللوى respiratory tract usually common pathogen found in the community acquired pneumonia. يعني إذا الإنسان هو أصلا راح يكون من الجماعة اللي هم مناعتهم ضعيفة،
ممكن أنه يصاب بكتيريا ثانية تسيء الحالة، تصير أسوأ بعد، لأن واحد تصير نيومونيا عنده بسبب أنه هو أصلا عنده ديزيز وحالته المناعية ضعيفة ومدمة وما يطب له الهواء، وأكو إنفلاميشن، وتيجي هذا كله يضعف جهازه المناعي، تيجي تصيبه بكتيريا ثانية تسوي عنده نيومونيا، فراح يصير يعني بيجر بروبلم وتسيء حالة المريض. هذا الكومبليكيشن اللي ممكن أن يكون بالنسبة للبكتيريا اللي ممكن تسوي سكنداري بكتيريال انفكشن، هي الهيموليك انفلونزا، ممكن ستريبتوكوكس نيومونيا، وأيضا أي نوع من أنواع لجام نيجاتيف باسلس. هذا كان المحور الأول. طلاب، أي سؤال عندكم ممكن تبعثوا لنا إياه ونجاوبكم إن شاء الله على الإيميل. العفو. الأكيوت نيومونيا، المسببات هي ستريبتوكوكس نيومونيا ان children and adult، ممكن بالثنين يعني، الهيموفيليك انفلونزا والمايكروبلازما نيومونيا بالأطفال بالchildren، جروب بي ستريبتوكوكس ان يونايتد بالوضع، والهيمولايتنك انفلونزا ايضا ممكن تسبب بالأدلت patients، و Staphylococcus aureus in elderly بالناس الكبار بالعمر، اللي أيضا يكونون عندهم سلسلة من الأمراض، مشاكل أيضا أخرى مزمنة، ممكن يكون عندهم cardiovascular disease، مشاكل بالصمامات القلب، ممكن يكون عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي نفسه، يعني مزمنة تكون chronic بوليومناري ديزيز، ممكن يكون عنده سكري، تعرفون حضراتكم ابو السكري ابو الكانسر، ايضا تكون مناعتهم كلش ضعيفة، ايضا ممكن ان يصابون بستانس من الماسة، وسبق وشرحنا لكم شنو هي الماسة. الماسة هي الميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس ارياس، فهذني البكتيريات اثنيناتهن ممكن أن بالأوردري أن يسبب نفس المشكل الأكيوت نيومونيا. أيضا عندنا اللي جونيلا نيوموفيليا بالأوردري ممكن أن تسبب هذا الديزيز. كيف يصير الديزيز؟ شنو الباثوجينيسيس مالته؟ In most cases في أغلب الكيسات بكتيريا form or pharynx or GIT tract against access to the lower air through this aspiration، يعني هو أصلا يكون مصاب بالباثوجين انك بكتيريا وتنتقل اما من الاور فانكس من بلعومه تنزل لجوا او من الجي اي تي وعن طريق الاسبيريشن تصل لللور اسبيراتوري اتاكت وتسوي لنا الديزيز. هاي وحده. اثنين، ذا ديفنس ميكانيزم اوف ذا لينكس انكلودينج ذا سيليتيد ابيثيليال سيل اند انيت اميونو سيستم فاجوسايت سيل كان كلير اسبيريشن بكتيريا بيفور انفكشن از استابليشد، يعني ممكن دفاعات جسمنا خاصة هذه الاهداب اللي قلنا سيلايتد اللي تكون منظفة اللي موجودة بالابيثيليال سيل، ودفاعات الجسم اللي هي تكون انيت اميونو سيستم والفاجوسايتوسيس، كلها ممكن ان تنظف هذا البكتيريا اللي وصل لللور اسبيراتوري تراك وتخلصنا من عدها قبل لا يثبت المرض ويصير. ولكن ممكن انه هاي البكتيريا احيانا تتطور وتساهم عدة عوامل اخرى، مثل انه يكون الاستنشاق المايكرو اورجانيزمز هواي بكميات كبيرة ما تستطيع انه المناعة الداخلية الجسم انه تتخلص من عدها، او اصلا هو الانسان اللي اخذ هذه الكمية من الباثوجينز ممكن يكون اميونو كامبرز، يعني هو اصلا منقص المناعة. زين، ممكن ان يكون اخذها من مكان local extended from this contagious source of infection، يعني يكون اكو فد مرض معدي موسمي او كذا في مكانه في نفس المكان اللي يعني ياخذه انه يستنشقه، ولكن هو معدي كلش قوي بضاوة وكلهم يكونون محيطين به مصابين، فايضا راح تتجدد الاصابة وتكثر وما يستطيع ان يتخلص من عدها. ممكن انه لا، الاصابة توصل مو عن طريق يعني هذا الطريق، عن هيماتوجينيا سبريد فروم روماتيك سورس فور انفكشن، يعني من مكان بعيد عن مكان الاصابة ويوصل، مثل ما ذكرنا انه ممكن ان توصل من اكثر من مكان. زين، كل العوامل هاي تساهم بانه تضعف مناعة الجسم وتخلي هذا الاسبيريشن مال الباثوجين يتطور ويسوي لنا نيومونيا. زين،
ويؤدي إلى سلسلة من يعني التعقيدات والسبتومز، تؤدي إلى ممكن أن نوصل إلى حالة من لكونيك لونج ديزيز لا سمح الله، وممكن يعني أنه نحتاج إلى أميونو سباتيف يعني خاصة عند الأطفال. تعرفون يعني ذولا اللي بالشتاء كثير ما يختنقون، ممكن انه حتى اللحظة تصل بهم مرحلة انه شفايفهم تصير زوق، الوضع بعد ما يستطيع ان يوضع، اكون نسميها خاخشة بصدى، دائما تلقى من يقح هواية ويطلع بلغم هواية، من يحكي اكو بحة بصوته، حتى انت اذا تجيب اذنك تخليها على صدى ممكن حتى بدون سماعة الطبيب، او هو يتنفس بصوت عالي ممكن تسمع اكو فد خرخشة احنا نسميها باللغة الدارجة بصدى. فهذا من يوصل لهيجي حالة، خاصة مثل ما قلنا لكم اذا كان بيبيز يعني انفانت طفل، ممكن ان يستخدموا له الاميونوسباتيك ثابي. الاميونوسباتيك ثابي يا شباب هو الاغلب يكون كورتيزون، العلاجات اللي تحتوي على الكورتيزونات، وهذه تثبط مناعته بشكل عام، وهي خطأ يعني، هي آخر اختيار أو آخر علاج ممكن أن يختار الطبيب، خاصة طبيب الأطفال، أن يعالج به، لأنه راح يسبب لنا مشاكل أخرى إحنا في غنى عنها، بس يعني بعد وصلنا مرحلة أنه لازم نستخدمه. زين، الكمبليكيشن اللي ممكن تصير بهاي الحالة هي البرانيومونيتيك افيوجن، هذا رمز مالته البي بي اي اس. هذا يا شباب هو عبارة عن accumulation of fluid in the bilirubin space caused by the inflammatory from this parenchymal lung infection. يعني هو بسبب هذا الهاي inflammation اللي صار ممكن أن تتجمع السوائل، إضافة إلى مخرجات الباثوجينز، بكتيريا باثوجينز نفسها ممكن يسوي إلى تجمع السوائل في داخل الرئة، وتسبب يعني المشكلة ثانية جديدة، وتسبب لنا البارنكيمال لانج انفكشن. ايضا مالتي سيستم اورجان فيلر، اذا حضراتكم تعرفون اذا يعني صار مشكلة بالجهاز التنفسي وانقطع الهواء راح تصير المشكلة في كل اجهزة الجسم. الى هنا تنتهي محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.